احنا بنحيي المقاومة وبندعم الشروط العشرة اللي وضعتهم المقاومة الفلسطينية، رفع الحصار كاملا عن قطاع غزة، وفتح الميناء والمطار في غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل ودائم. النقطة الأخيرة اللي حابب أكد عليها دورنا استعادة القضية الوطنية الفلسطينية شعبيا في مصر. مواقف الشعب المصري من القضية الفلسطينية عظيمة، زي ما مواقف النظام، نظام كامب ديفيد في مصر، مواقف خيانة. نذكر بموقف عمال السويس للأسمدة في حرب 2008 أثناء عملية الرصاص المصبوب، لو تفتكروا القنابل الفسفورية، أضرب عمال السويس للأسمدة لمنع تصدير السماد إلى إسرائيل الذي يستخدم في القنابل الفسفورية. تظاهر عمال الحديد والصلب في السبعينات ضد زيارة رئيس الوزراء الصهيوني نافون. تبرع عمال المحلة بأجر يوم من أجورهم لصالح المقاومة ولصالح الشعب الفلسطيني. انتفض الطلبة في مصر على مر التاريخ دفاعا عن القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري، في عاطفة الشعب المصري، في وطنية وتاريخ الشعب المصري، ولا يمكن لنظام كامب ديفيد أن يغير الحقائق أو يزيف التاريخ ويصبح العدو صديق والصديق عدو. صديقنا هو المقاومة، ونأكد أن كل انتصار للمقاومة الفلسطينية هو دفع للثورة المصرية، وكل تقدم للثورة المصرية وانتصار ليها هو رصاصة في بندقية المقاومة الفلسطينية. نضال مشترك ضد عدو مشترك. الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية لا يريدوا الديمقراطية لهذه المنطقة، ويدعمون الأنظمة الدكتاتورية في هذه المنطقة، ويتآمرون على ثورات هذه المنطقة. الثورة والمقاومة الاثنين مع بعض في مواجهة الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، والثورات في مواجهة الأنظمة الاستبدادية اللي بتحمي أمن إسرائيل. وشكرا لكم.